في 27 أيلول عدد استثنائي من النهار. المشروع اللي عم بينشغل مشروع كتير مهم، كيف اليوم نحن رح نقدر نوصل هالصوت ونغير؟ يرأس تحريره الدكتور فضل خوري رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت. أي شيء بتعمله بالجامعة الأمريكية وأي شيء بتعمله النهار لازم نقدم طرق لحتى نقدر نتقدم كوطن. وتقدم فيه أكثر من 100 شخصية رؤية شاملة واستراتيجيات لضمان استمرار لبنان والاستثمار في شبابه.